العرض بيحكي فترة من تأليف الدكتور محسن مصالحي، بيحكي فترة من فترات حكم المماليك والصراع بينهم وبين العثمانيين وقيادة الشعب بقيادة تومان باي اللي حاول يكون من طبقات الشعب مقاومة قصاد العثمانيين. وكانت الظروف في الفترة دي فيها صراعات وصراعات سياسية واجتماعية وبين المماليك وبعضهم، فكان في شكل من أشكال الضعف اللي هيحصل، الشعب اتحد، لكن كان في هزيمة تومان باي بعد كده على يد سليم الأول نظرا للخيانة اللي حصلت من بعض الناس. طب فترة العرض الشغل فيها كان متعب؟ كان والله المسرح عموما متعب ومجهد جدا جدا، بالتحديد فترات البروفات، وكل يوم عرض بيبقى مجهد، لكن الحاجة الوحيدة اللي بتصبر هي حب المسرح، لأن المسرح في حياة مختلفة، وفي بالنسبة للفنان في إشباع جامد جدا ليه.